Cari gadget murah berkualitas. Di Jagojetin aja. Gadget murah dan berkualitas hanya di jagojet.com. Jagoan gadget Indonesia. Ammar TV. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هاي sahabat Amar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Amar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan.